طلعت مره مع رامي زمان قوي مش فاكره من كام سنه، وكنت واخده قرار ان انا عمري ما هطلع معاه تاني. بعدين السنه دي قال لي ان هو عامل حاجه مختلفه وهو انترفيو بتاع، انا ما صدقتش طبعا، انا كنت عارفه ان في اكيد تريك، بس قلت ان قال لي العاب وكده، فقلت العاب ان احنا يعني هتبقى الالعاب فيها تريك مش عارف ايه ملاقي، يعني ان هي تبقى الالعاب صعبه شويه وانا بحب الحاجات دي، فقلت هتبقى لذيذه يعني، قلت كويس نروح نقعد مع بعض وهيبقى ايه مثلا الزحليقه فيها حاجه غريبه، ده تخيلاتي تماما يعني، ده كل في الفيلمات كنتش عارف خالص طبعا فكره البرنامج عامله كده، وان هروح الاقي حد يعني كنتش عارف الحاجات دي كلها. طب فكرتي تقولي مثلا انك مش عايزه تكملي الحلقه او مش عايزه تزعيها ولا تسيبي الموضوع فعلا عادي؟ لا خلاص عديت الموضوع يعني خلاص، ما طالما رحت وصورت حرام ان الناس يضيع عليهم الحلقه يعني، بس ما ينفعش اطلع حد مع حد غير لما اقول يعني.